هذا وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع في لبنان وغزة وكذلك الجهود المبذولة بشأنهما. هذه الزيارة تأتي أيضا في إطار الجهود الأمريكية لدفع مباحثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل. وتأتي محادثات بلينكين إلى الرياض ضمن جولة إقليمية يسعى خلالها إلى البحث في وقف لإطلاق النار في غزة. وكان بلينكين أكد قبيل توجهه إلى الرياض بأن هناك فرصة في المنطقة الآن للمضي باتجاه مختلف يتضمن التطبيع المحتمل للعلاقات ما بين السعودية وإسرائيل. بالرغم من كل ما حصل، لا تزال هناك فرصة كبيرة في هذه المنطقة للمضي في اتجاه مختلف تماما من خلاله يمكن تحقيق أمن إسرائيل على المدى الطويل. السعودية يمكن أن تكون في قلب هذا كله، وهذا يتضمن التطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل. مزيد من المتابعة معنا من حيفا المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشي العاد. أستاذ موشي مرحبا بك معنا. إذن كما تابعنا قبل قليل بلينكين يقول أن هناك فرصة ويجب استغلالها. السؤال اللي يفرض نفسه هو أنه نتنياهو وحكومة نتنياهو هل ترغب حقيقة باستغلال هذه الفرصة؟ مساء الخير إيمان. أهلا بك. أعتقد أن هناك علاقات بين إسرائيل والسعودية بشكل غير رسمي، لكن البلدين مهتمان بتنظيم العلاقات وتحويلها إلى علاقات رسمية. أمريكا تقوم أعتقد بوساطة بين الأطراف وخاصة الوزير بلينكين، لكن حتى الآن وهذا مش مربوط لا بنتنياهو ولا بأي واحد من الحكومة الإسرائيلية، الجواب هو جواب حكومي، لكن حتى الآن من دون نتائج جيدة لأنه الفجوة بين الطرفين فجوة كبيرة. يعني المطالب السعودية من إسرائيل لتأسيس يعني علاقات رسمية مطالب غالية جدا من ناحية إسرائيل. الشعب الإسرائيلي أعتقد لا يستطيع أن يلبي كل طلبات. أنت تقول الشعب الإسرائيلي أم هي الحكومة اليمين الإسرائيلي ليس فقط على نتنياهو بن غفير وسموتريتش وغيرها، لأنه الأمر واضح ما ترغب به السعودية من شرط من شروطها وهو إقامة دولة فلسطينية، أمر غير قابل التطبيق بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لوزرائه، لكن هذا لا يعني بالنسبة لإسرائيل أن هناك اتفاقات وقرارات دولية قائمة تؤسس لهذا الفكر، وبالتالي من الذي ينسف الفكرة من أساسها؟ من الذي لا يرغب بالتطبيع أو بالسلام على صعيد ليس فقط العلاقات الإسرائيلية فلسطينية بل على صعيد المنطقة؟ صحيح، في حكومة إسرائيل وزيرين متشددين متطرفين سموتريتش وبن غفير، ولكن أعتقد أن هذا كان مظبوط يعني لكوليتي قبل سنة. يعني كانت نسبة المؤيدين للدولة الفلسطينية وما يسمى بدولتين للشعبين أعتقد بين 60-70%، كانت نسبة كبيرة. اليوم بعد أحداث 7 أكتوبر إذا بتلاقي يمكن 5-10% من سكان إسرائيل الذين يؤيدون، ليس السموتريتش وبن غفير، بحكي عن الرجل في الشارع. يعني اسألي رجل في الشارع استطلاع الرأي العام يقول لك أنا لا أريد مطلقا جار اللي هو قطع روس أولاد أو يغتصب بنات، كذلك كل اللي حصل في مظاهرة 7 أكتوبر. يعني طيب دعنا ننظر إليها من وجهة نظر السعودية أيضا فيما يتعلق بأنه ما جرى من انتهاكات أيضا للجيش الإسرائيلي في غزة، من دمار، من تقتيل المدنيين بنسب أعلى بكثير، ما حدث من عمليات تهجير ولا يزال مستمر إلى هذه اللحظة. لا يمكن مكافأة إسرائيل بأنه بعد كل هذا يأتي ويتم التطبيع معها. السعودية معنية في بناء علاقات مع إسرائيل ليس أقل من إسرائيل يعني تريدها، فلذلك الفجوة الموجودة اليوم يجب أن تتدبر بين الطرفين.
السعودية بتفهم أن إلنا يعني معركة طويلة عريضة ضد منظمات إرهابية، وليس يعني على كيفنا يعني فوتنا على غزة عشان نقتل ونفقد مئات من جنودنا. لا، للأسف الشديد لو ما كانش هذه المزرعة في 7 أكتوبر ما كنا نفوت على غزة. فلذلك المشكلة ليس مربوطة بس بإسرائيل. ثانيا، السعوديين بيفهموا أن الإرهاب الإيراني هو كمان إرهاب ضدهم، فلذلك خلينا نقول بعلاقات سرية غير رسمية في بلا شك تأييد من قبل السعودية، كمان من مصر، من الأردن، يعني بتدمير كل منظمة إرهابية إذا كانت حماس أو إذا كانت حزب الله، لأنه هذا كمان بيهدد وجود دول عربية معتدلة ليس طيب، فقط ولكن إسرائيل. استاذ مشي، يعني نحن نتنياهو يعني وكما هو معروف لم يتقبل يوما اوسلو وسعى الى نسفه، وهذا ما حدث حقيقة. وأنت تتحدث وكان الأمور بدأت منذ 7 أكتوبر وأنها متعلقة بهجوم حماس، لكن نتحدث عن احتلال قائم ليس فقط على مستوى غزة، وإن كان هناك يعني كان قد يعني انسحاب أحادي من الجانب الإسرائيلي، لكن لا نتحدث عن حكم ذاتي ولا حتى عن مسار دولة لشعب مستقل كان يعيش تحت الحصار أيضا في الضفة قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر. هناك توسع للاستيطان، هناك تسليح للمستوطنين، هناك انقضاض على فكرة الدولة الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث أنه بعد 7 أكتوبر باتت فكرة الدولة الفلسطينية مستحيلة في الذهن نتنياهو وذهن الحكومة الإسرائيلية والقادة السياسيين هناك. صحيح صحيح، الحكومة الحالية يعني لا تريد سلام الفلسطينيين بالمرة، عشان هيك يجب كل مؤيدي السلام في إسرائيل وأنا بينهم يجب أن تسقط هذه الحكومة، وستكون انتخابات في كل دولة ديمقراطية، أن تؤسس حكومة جديدة معتدلة لها يعني مبادئ أخرى، ليس مبادئ متطرفة. فلذلك هذا بده وقت، يعني في دولة ديمقراطية لم نستطيع أن نغير شيء دون انتخابات وتأسيس حكومة جديدة. فلذلك أعتقد أن الغالبية الساحقة في إسرائيل اليوم تتطلع إلى تغيير الحكومة في إسرائيل، عشان المشكلة ليس فقط مع الفلسطينيين، عندنا مشكلة مع الأمريكان. يعني العلاقات اليوم مع الأمريكان بين نتنياهو وأمريكا مش زي كانت في أيام رؤساء حكومات سابقين. فلذلك في كتير أشياء لازم تتصلح، ولكن طالما للأسف عندنا وزيرين متشددين وعندنا يعني سياسة يمينية متطرفة، يجب أن ننتظر بالصبر فتتغير الحكومة، وإن شاء الله سنكون على الأقل. ما يبدو الآن أن الحكومة، التغيير ليس في تل أبيب، ولكن التغيير القادم هو على مستوى ربما الولايات المتحدة، إن كان هناك استمرارية للديمقراطيين أم رجوع ترامب، لأنه حتى هذه زيارة بلينكن وحديثه عن هذا الموضوع يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات المقبلة، بالتالي هل هناك أي فرص حقيقية في آخر محاولة على ما يبدو لبلينكن لإثارة هذا الموضوع؟ حتى هو يعني كان من المفترض أن يتجه إلى الأردن وغير أجندته في آخر لحظة وتحول من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، هل هذا يشي ربما بأي تطور معين؟ ما مصير اتفاقيات السلام أقل في ظل الظروف الراهنة؟ يعني معقول يعني، بس أعتقد أن القيود التي فرضت من قبل أمريكا على إسرائيل في الأونة الأخيرة كانت يعني كبيرة جدا، كانت قيود من أمريكا، وإسرائيل يعني قبلت هذه القيود بخصوص الهجوم في إيران، بخصوص الهجومات في الداحية، بخصوص توفير التموين والمواد الغذائية في غزة، كثير أشياء وتهديدات من قبل أمريكا صديقتنا، احنا مش راح نعطيكم كذا اذا ما بتعملوا كذا. فاعتقد ان وصلنا من هذا يعني من هذا الموضوع، وصلنا الى التوب الى الاخر، ما في لوين نروح. فلذلك
حتى الأمريكان بيفهموا اليوم أن هم يمكن إذا بدهم أن إسرائيل تصمل هون، وإذا بدهم أن إسرائيل تكون يعني صديقتهم في الشرق الأوسط وتكون يعني قوية وتصمد كل شيء، يجب أن يستمرون في سياسة المساعدة لإسرائيل. وطبعا إسرائيل نعم. يعني دائما تأخذ بين الاعتبار كل ما فرض عليها، ولكن في أشياء تختلف. كل رؤساء إسرائيل ورؤساء الحكومات في السابق كانوا مختلفين مع زملائهم في أمريكا، هذا كان، ولكن في نهاية المطاف أمريكا دائما تقف لجنب إسرائيل.